أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لقد ذكر المؤلف رحمه الله أن من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين في بلد المال. نعم. يقول: لقد ذكر المؤلف رحمه الله أن من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين في بلد المال. السؤال: هل المقصود بهذا البلد المدينة أم الدولة؟ المولاد كل بلد، مدينة ولا قرية، كل بلد تدفع زكاة أغنيائه إلى فقرائه. نعم.